قبل البدء. كانت الفكرة رؤية، كان النجاح غاية، تبدأ خطاها ولا تنتهي. وما بين الأمل والثقة بالنجاح كانت أولى خطوات البدء لحكاية خطت تفاصيلها أكف تتقن البدايات. واضعة الأسس لمصفات تكون الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، فكانت شركة مصفات أرامكو السعودية موبيل المحدودة سامريف، وبدعم مباشر من الشريكين أرامكو السعودية وإكسون موبيل، الأكثر تميزاً في الأداء والأجزل بالعطاء، ماضية نحو تطلعاتها لتكون الرائدة على مستوى أوروبا وآسيا. تأسست سامريف بهدف إنشاء وامتلاك وتشغيل مرافق تكرير الزيت الخام في مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية، لتكون أولى الخطوات لترجمة الفكرة إلى واقع ملموس تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رحمه الله. وانطلاقاً لمسيرة العطاء وكأساس لنهوضها، بدأت الشركة بالوحدات التالية: وحدة تقطير الزيت الخام، وحدة التقطير الفراغي، وحدة خفض اللزوجة، وحدة تكسير السوائل بالمحفز الكيميائي، وحدة معالجة النافة، وحدة التهذيب البلاتيني المستمر، وحدة استخلاص الكبريت وتحويله إلى حبيبات. كما حرصت سامريف على تشغيل كل من وحدة الألكلة، وحدة فصل الغازات المشبعة وغير المشبعة، وحدة معالجة الديزل. واتساقاً مع رؤيتها، خطت سامريف رسالتها الهادفة إلى توفير كافة المنتجات البترولية ذات القيمة العالية، ملتزمة بدقة العامل الزمني والتكلفة التنافسية، آخذة بعين الاعتبار استقطاب القوى العاملة عالية الكفاءة والتأهيل، لتمضي سامريف بخطى ثابتة نحو النجاح. ليتجاوز مستوى الإنتاج 400,000 برميل يومياً بفضل عمليات التطوير والتحسين المستمرة لمرافق الشركة، ولتصل السعة التخزينية إلى 13,200,000 برميل، والذي يعتبر معدلاً منخفضاً نسبياً نظير كثافة عمليات الخلط والشحن المباشر إلى الناقلات. واستكمالاً لمشاهد النجاح والإنجازات، وكخطوة تهدف إلى استدامة عجلة التوسع والنمو، عملت سامريف على إنشاء مجموعة من الوحدات تساهم في توفير كافة المقومات لرفع جودة الإنتاج وزيادته. ولتشهد إنجازات الشركة على اكتمال صور النمو والازدهار، تم تطوير العديد من المشاريع خلال مسيرتها الزاخرة بالعطاء، والتي توجت مؤخراً بمشروع الوقود النقي. ولأن النجاح منوط بالتمسك بالقيم الأخلاقية، تجلت مشاهد التزام سامريف عملياً بتطبيق أعلى معايير السلامة المثلى، والاستعانة بكافة الدروس المستفادة من خبرات الشريكين أرامكو السعودية وإكسون موبيل، ليكون سجل سامريف استثناءً من حيث التميز. وإيماناً منها بأن حماية الموارد الطبيعية لا تقل أهمية عن توفير المنتجات المكررة الضرورية لتحسين نمط الحياة، حرصت سامريف على المحافظة على المستويات العالمية بمجال حماية البيئة. وانطلاقاً من مسؤولياتها تجاه البيئة، تبنت سامريف مبادرة لتقليل الانبعاثات في الجو والماء والنفايات الصلبة، بغرض تقليل مستوى التلوث والنفايات والحفاظ على التنوع والاتزان البيئي، لتعكس بذلك قيم الشركة في المحافظة على بيئة خالية من التلوث. للوطن، لأبنائه، كان الوفاء حاضراً من سامريف، إذ عملت منذ نشأتها على رفع نسب توطين الوظائف ضمن إدارات الشركة، لتصبح عملية توطين الوظائف
أحد أهم المحاور الاستراتيجية الأساسية لشركة سامريف. ولطالما عملت سامريف على تطوير كوادرها الوظيفية من خلال قسم التدريب والتطوير الوظيفي إلى رفع مستويات الأداء لدى مواردها البشرية، مقدمة حزمة من برامج التدريب والتطوير الوظيفي. كما حرصت سامريف على استقطاب خريجي المدارس والكليات والجامعات لتلبية احتياجاتها من الكفاءات في ظل احتدام المنافسة في سوق العمل. لقد أخذت الشركة على عاتقها مسؤولية تنمية قدرات الأفراد والأجيال الصاعدة بما يلبي ويحقق احتياجاتهم علمياً واجتماعياً وثقافياً ومهنياً، وتحويلهم إلى قوى عاملة معطاءة تساهم في بناء وتطوير الاقتصاد المحلي من خلال اهتمامها ببرامج المسؤولية الاجتماعية وتبنيها لعدة برامج مرتبطة بقطاعات عدة. ومن منطلق حرصها على توفير بيئة عمل مثالية، وضعت سامريف صحة وسلامة العاملين فيها على طليعة أولوياتها، موفرة للعاملين وأسرهم خدمة التأمين الطبي، إضافة إلى توفيرها كافة الخدمات الاجتماعية الرامية إلى رفع المستوى المعيشي والترفيهي لموظفيها. أرض هذا الوطن تستحق الولاء والعطاء. سماء هذا الوطن أجمل بصروح شامخة كسامة.